لاعب القوة الجوية الكابتن سعد ناطق يتهم إدارة القوة الجوية تحديدا وليد الزيدي بعدم دفع مستحقات المالية من الدفعة الأخيرة رغم كل محاولاته لتمديدها ولو لسنة كاملة ينتظرهم، إلا أن وليد الزيدي أصر على عدم دفع مستحقات اللاعب حسب حديث سعد ناطق اللي تحدث لعدسة برنامج كورة. خل نستمع ولنعود. اللي أصور أنا كنت هذا نادي، بس يعني فاجئوني صراحة إدارة نادي القوة الجوية. يعني تعرف أني يعني ما أقدر أقول أني مصاب، عيني ذاك يوم ملعب الكرخ، يعني حتى الدكتور منعني من المباراة وأني لعبت الخاطر اسم وكيان نادي القوة الجوية. من توصل لمرحلة لاعبين تخلص عقودهم 1-7 غيري من يعطوهم الدفعة الأخيرة ويعطوهم مكافأة 3000 و5000 دولار على لعبهم لهذه المباريات، أنا قلت مع الجلسة ومعه قلت لهم أنا ألعب بلاش للنادي، لأن من المعيب أن أكمل هاي اللعبات بمبلغ مادي. طالبت فقط بحقي لأنه هذا دفعتي الأخيرة، قالوا ما عندنا فلوس. قلت لهم اعطوني الدفعة الأخيرة بعد سنة، وأنا هذا أحكي لكم إياه. قلت لهم اعطوني إياها بعد سنة، أبو وائل يبلغ الجميع أنا يعني عميد وليد يقول أنا ما أعطي الدفعة الأخيرة. وحتى المدرب أنت شفت أنت هنا حديث أكثر من ساعة، وأنا اليوم احتراما لهذا النادي الكبير ولجمهوره الأصلاء، يعني الجمهور اللي يعرفون شنو سعد ناطق، مو هذول الجمهور اللي يتكلمون عن سعد ناطق. اجيت لهذا النادي لأن أثبت أنا هذا نادي، وما حد قدرني بهذا النادي من بداية الموسم لحد الآن. أنا لا أقدر ولا محترم في هذا النادي، ويعاملون غير معاملة، وأنا صبرت لاسم هذا النادي ولتاريخ هذا النادي. شفت يعني مثل ما أعيد لك بالكلام، يعني قلت لهم الدفعة الأخيرة إذا ما عندكم أنا أوقف في النادي، أعطوني إياها بصك بعد سنة. بعد سنة لا لا، أنا مكمل عقدي 1-7 اللي مكملها، وأكيد جميع اللاعبين يسلموا عقودهم اللي مكملين عقودهم من قبل شهر، وطوهم أضافة مبالغ على هذه المباريات إلا سعد ناطق. عبالهم يعني يحرضون ذول اللي يحرضون بعض الجماهير اللي هم على مود يكتبون علي. أنا ما أخاف ولا أستحي من يكتب علي، أنا شجاع وقاوم وجيت للنادي وتمرنت اليوم مع النادي. ما يصير أشارك، أنا عقدة خلص مثل ما قلت لك 1-7. قلت لهم أجدد العقد تعطوني الدفعة الأخيرة مثل ما قلت لك لبعد سنة، ما قبلوا يعطوني. أكيد عندهم أغراض غير أغراض، ليش إذا أنا طلبت بعد سنة ما يعطوني الدفعة الأخيرة؟ أكيد أكيد.